نوع فاكهة غير كروية. الموز قال دكتور ولا 25 نقطة. أنت قلت الرقي بعد ما قلت الموز أخذ الصفر عليه. وهنا الطسة الكبيرة. الطسة الكبيرة. يعني همنا مو فاكهة لأنه الرقي يعتبر خضر وبنفس الوقت يعني تجي أيضا مدعب للرقية. مسامع؟ يعني أكو تجي بيضاوية. بس ايضا الان ما شاء الله الرقي كله قام يجيبوه مدعبل. السؤال الثالث، آلة تستخدم في رياضة الرمي. المسدس قال دكتور ولا اخذ 27 نقطة، انت قلت البندقية والبندقية جابت لك 20 نقطة. ايضا لو قايل مثلا السهم والقوس مثلا كان ممكن اعلى. خلينا نشوف 158 نقطة، باقي سؤالين. هل نستطيع أن نجيب 42 نقطة بهذا الجوابين؟ شو تقول دكتور؟ أنا هم أقول إن شاء الله، أدعي لكم أنا. الله يسلمك يا الله. نسوي. السؤال الرابع، اسم من أسماء الزهور المشهورة جاردينيا. قال دكتور ولا 18 نقطة. أنت قلت اللوتس. اللوتس، واللوتس نعم اسم من أسماء الزهور المشهورة، لكن أكو الجوري، أكو الياسمين، أكو النرجس. شو ودك على اللوتس؟ هذا اللوتس خرافي يعني نلقاه بأماكن بعيدة. فلذلك المتداول أو المتعارف أو الاحتمالات الأقوى والمعروفة هي هذه اللي عددتهم. السؤال هواية صار 166، يعني ايش قد بقالنا؟ 34 نقطة. آخ يا ماي العين. السؤال الخامس، شو تقول؟ أنت شو تقول؟ إن شاء الله. خلي أشوف قلبك. 1600 يدق. والله أنا أشوف قلبه قام يدق. ومو من شيء من عندك لين جايب لي 120 نقطة. انت هيك حضرت الهياء شلون مثلا من كان حسين سعيد يهيئ الكره لاحمد راضي واحمد راضي راسا يقول مو صح؟ احنا نريد اويسر احمد راضي. السؤال الخامس يقول ماذا يوجد في العين؟ البؤبؤ قال دكتور ولا المولى، وانت قلت ماء العين. 22 نقطة اخذ عليها الدكتور ولا، وانت جابت لك بل كده تجيب لك هاي النقاط. لا لا لا، مع الأسف مع الأسف مع الأسف. طبلي. لا أكثر طبلي. مع الأسف. كنا نأمل أن يفوزوا لأنه على الأقل الدكتور ولاء بدأ 120 نقطة، لكن هكذا هي الدنيا وهكذا هي البرامج. إذن نقول لهم مبروك، لهم مبروك لكم، تأهلتم لحلقة مقبلة مع عائلة عراقية أخرى إن شاء الله تفوزوا.